ازاي اعرف ان انا خلصت الدورة؟ ازاي اعرف ان الدورة الشهرية خلصت من عندي وادخل اغتسل من غير ما الاقي بعد يوم او يومين نقط دم نزلت تاني؟ السؤال المتكرر اللي بيجي من بنات كتير في فترة المراهقة وعرايس وكمان سيدات متزوجات، ممكن يكون الدورة الشهرية عندهم بتتلخبط او كده، ازاي اعرف ياسمين ان انا خلصت الدورة الشهرية ادخل اغتسل من غير ما الدم ينزل تاني؟ طب لو الدم نزل تاني ده ايه معناه؟ طب يا بنات هنتكلم بقى في كل الموضوع ده، وهندي كده هقول لكم على سر من الاسرار ياسمينة ونصيحة من نصايح ياسمينة اللي انتوا دايما عارفين ان انا زي ما متعودين معاكم بحاول دايما اي حاجة انا عارفاها او نصيحة او معلومة او حاجة عرفتها لازم بنصح بيها غيري، زكاة العلم اخراجه. فمن اول الفيديو كده ايه لايك، ولما تستفيدي من الفيديو شير لكل صحباتك وحبايبك. انتوا عارفين ان كل واحدة فينا ليها نظامها في الدورة الشهرية، في دورة شهرية بتقعد 5 ايام، في دورة شهرية بتقعد 6 او 7 ايام، فكل واحدة عارفة دورتها الشهرية بتقعد قد ايه. حضرتك عارفة ان هما مثلا 6 ايام بتيجي في اخر يوم تراقبي نفسك، كل ساعتين بتدخلي الحمام وانت بتعملي حمام، او كل ساعتين بتدخلي الحمام وبصي على البنتي بتاعك. هل نبص على البنتي نشوف نزل افراز ابيض، مجبن شوية، شفاف، مسفر شوية، ده يدل ان الرحم خلاص نضف ومفيش خلاص افرازات دموية، وان كده ممكن حضرتك تغتسلي وتتطهري وصلي واقري القران واعملي اللي انت عايزاه. طب ساعات ياسمين انا لا، يعني ممكن ان انت يعني ادخل الحمام واتشطف من غير ما اخد بالي. هقول لكم بقى على تريك كده تعملوها، حاولي في اخر يومين من الدوره الشهريه البسي بنتي لونه غامق، يعني مثلا ايه اسود، كحلي، فوشيا، نبيتي. اللون الغامق ده لما هينزل فيه الافراز الابيض، واخدين بالكم معايا، هتقدري ان انت تشوفيه بسهوله، عكس طبعا ما تبقي مثلا لابسه حاجه فاتحه ابيض او بيج، فاهميني؟ مش هتقدري قوي ان انت تتاكدي من الموضوع ده. ممكن كمان اخر يومين من الدوره او اخر كمان يوم، انت مثلا عارفه انها 5 ايام وهي خلاص انا بحس ان بعد 5 ايام مفيش حاجه، او 6 ايام، لما بتدخلي الحمام وانت بتتشطفي امسحي بمنديل كده وبصي فيه، امسحي بفوطه يكون برضو لونها مثلا ايه رصاصي غامقه برضو امسحي، لو لقيتي حاجه فيها يبقى انت كده خلاص تمام وتدخلي تغتسلي زي ما وضحنا في الفيديوهات طريقه الاغتسال. بتبقى نيتك داخله ان انت هتتطهري هتغتسلي من الحدث الأكبر اللي هو الحيض وتغتسلي. طب ياسمين أنا لو بعد كده بقى بعدها ب3 أيام ب4 أيام نزل علي إفراز كده لونه بينك أو حاجة، دي بتعتبر استحاضة. طالما أنت عارفة إن دورتك مدتها مثلا ال6 أيام أو ال7 أيام يبقى واغتسلتي منها، يبقى أي حاجة بعد كده العلماء قالوا إنها استحاضة. استحاضة دي يعني حضرتك هتغيري البنتي وتتشطفي وحضرتك تتوضي وتصلي، مش هتحتاجي تاني. الفيديو ده أنا عاملاه عشان التعليقات اللي جات لي للبنات اللي دخلت صباعها في المهبل عشان تعرف الدورة الشهرية خلصت ولا لا. انت مش محتاجة خالص ان انت تدخلي صباعك في المهبل وبعد كده تقولي اصل نزل دم، اصل نزلت خيوط، انا كده فقدت الغشاء، لان احنا قلنا يعني بلاش موضوع تدخيل الصباع ده عشان انت بعد كده ما يجيلكيش وسواس العذرية وتبقي قاعدة قلقانة وخايفة على نفسك. احنا مش محتاجين ندخل صباعنا في المهبل عشان نعرف الدورة الشهرية خلصت ولا لا. حضرتك لما الدورة هتخلص انت نفسك هتحسي من الافراز اللي في البنتي، هتحسي بمنديل زي ده بفوطه. وعلى فكره احنا لو مسكنا المنديل ده وضغطنا على اللي هي منطقه الشفرات دي ما فيهاش حاجه، احنا بنضغط ضغط خارجي مش ضغط داخلي، ولا بندخل صباعنا جوه ولا حاجه. يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم. اللي ناسيه تعمل لايك لا تعمل لايك، وزي ما انت استفدتي بالفيديو شاركيه مع اصحابك عشان هم كمان يستفيدوا، وشكرا.